على إيقاع الحدث، نحن معكم على شاشة نيد الأخبار. اليوم هو 25 من شهر رمضان من عام 1440، 30 من مايو من عام 2019. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج من القاهرة. بدايتنا سريعا مع هذه الجولة الإخبارية التي سنخصصها للقمم العربية المتنوعة التي تعقد في المملكة العربية السعودية، وسنستهلها على الأقل ابتداء في هذه الجولة الإخبارية لنشاط السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى المملكة العربية السعودية واستماعه اليوم الخميس عقب وصوله مباشرة إلى مكة المكرمة لشرح تفصيلي من العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي حول الاعتداءات الإيرانية على المملكة العربية السعودية. كما طلع السيسي بعض الأسلحة التي تعد دليلا على الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المجال الجوي السعودي. تأتي مشاركة السيد الرئيس بالقمتين العربية والإسلامية في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول العربية في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية. هذا هو متابعتنا الخبرية، وسنلتقي مع بث مباشر بعد قليل حين تلتئم القمة من مكة المكرمة. وكما تشاهدون الآن مشاهدي الكرام، هذا هو البث الحي لبدايات انعقاد القمة التي ستستضيفها مدينة مكة المكرمة، وما زالت الوفود تتواصل في مشاركتها من حيث الحضور. وكان الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين في استقبال الوفود، وما زال كذلك في استقبالهم إلى التئامهم ثم الإذان بانعقاد هذه القمة. وسنكون معكم في بث مباشر والاستماع إلى كلمات السادة القادة والأمراء الحضور في هذه القمة حتى انعقادها وبدء البث الحي المباشر لكلماتهم على شاشة النيل من مكة المكرمة. أرجو أن تبقوا معنا. إلى حين انعقاد القمة نتابع معا هذه الجولة الإخبارية ضمن برنامج من القاهرة. السيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد قام بزيارة إلى شمال سيناء، وزار من خلالها الأكمنة والارتكازات الأمنية بشمال ووسط سيناء لزيادة أو للوقوف على قدرة الأجهزة الأمنية المصرية والقوات المسلحة والشرطة المدنية في تمام الاستعداد في مواجهة العناصر الإرهابية في شمال سيناء. سنستمع لتقرير يجمل لنا هذه الزيارة ونعود لاستكمال هذه الجولة الإخبارية. تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من الأكمنة والارتكازات الأمنية بشمال ووسط سيناء، وذلك خلال زيارته لقوات التأمين التي تؤدي مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية خلال اليومين الماضيين. وتابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء. وفي اليوم الأول التقى الفريق محمد فريد عناصر القوات المسلحة والشرطة وشاركهم تناول وجبة الإفطار، ونقل لهم تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واعتزازهما بما يقومون به من أعمال بطولية ساهمت في اقتلاع جذور الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء، والانطلاق بقوة في تنفيذ خطط ومسارات التنمية الشاملة على أرض سيناء الحبيبة. كما أكد الفريق محمد فريد على ثقة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة الكاملة في قدرة مقاتلي شمال ووسط سيناء على تنفيذ مهامهم بكل قوة وأمانة للحفاظ على أمن تلك الرقعة العزيزة من أرض الوطن، مشددا على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية للتصدي لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة. وفي اليوم الثاني التقى الفريق محمد فريد عددا من مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والجيش الثالث الميداني بوسط سيناء، وشاركهم تناول الإفطار، وأثنى على الأداء المتميز لجميع القوات المشاركة والتنسيق المعلوماتي والأمني مع الأجهزة المعنية، والذي أسفر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية طوال الفترة الماضية، مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية بكل إصرار في اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف والاستمرار في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء.
وقام الفريق محمد فريد بتكريم المتميزين من القوات المسلحة والشرطة تقديرا لأدائهم لمهامهم بكل تفان وإخلاص في القضاء على الإرهاب خلال الفترة الماضية. حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ شمال سيناء ومدير الأمن. من القاهرة على الهاتف الدكتور أو اللواء دكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي. دكتور سمير تحياتي لك. أهلا بك فندم ولكل السادة المشاهدين. تحياتنا لك دكتور. سأتوقف أمام سؤالين، الأول يتعلق بهذه الزيارة، متى تقرر القوات المسلحة أن تعلن عن زيارة التي مثل التي قام بها رئيس الأركان إلى شمال سيناء؟ بمعنى هل التوقيت معنا وهل للإذاعة أو إذاعة هذا الخبر بهذا الشكل التقريري معنا؟ بص، هو دايما القوات المسلحة القادة لازم تمر على الوحدات المرؤوسة، بالذات سيناء لها وضع خاص، والقوات اللي في سيناء وضع لأنها على وضع الاستعداد الدائم 24 ساعة بهدف أنها تؤمن هذا الاتجاه اللي احنا بنسميه البوابة الشرقية لمصر كلها. فكان لازم السيد رئيس الأركان يمر ويشوف الاستعداد القتالي ويشوف مركز القيادة ويتأكد أن الكل فاهم الخطط بتاعته الاستراتيجية والعسكرية اللي موجودة، ثم يلتقي بالأفراد من الجنود يمر عليهم في مواقعهم ويتأكد أن كل واحد فاهم خطته وفاهم التزاماته وفاهم واجبه، يتأكد أن الدفاعات الموجودة والكمائن موجودة، وطبعا طبقا لآخر مثلا خبرات تمت قبل كده، كل ده بيتم في هذه الفترة. طب دكتور سمير أنا سأقاطع استكمالا في هذه الجزئية، أعتذر لحضرتك، هل حين تكون الزيارة من قام بها وزير الدفاع غير الزيارة التي يقوم بها رئيس الأركان، أم كلاهما لذات الهدف الذي سبق وتحدثت بشأنه؟ أنت عارف أن رئيس الأركان عندنا في القوات المسلحة هو مهتم بالاستعداد القتالي أولا، يعني بيخش يشوف حاجات الإشارة وأسلوب الاتصال خطط العمليات، بيشوف ممكن يحرك قوات، ده اسمه استعداد قتال، ده مسؤولية رئيس الأركان. إنما القائد العام للقوات المسلحة بيشوف المنطقة ككل، بيشوف المنظر ككل، فالزيارة دي بتختلف عن دي. ولكن في النهاية الاثنين بيبقى لهم هدف رئيسي، وهو إن رفع روح معنى القوات. الجندي اللي قاعد في سينا النهاردة في وسط الحر والصيام والكلام ده، ولاقي وزير الدفاع عنده بيتأكد، احنا كنا بنحس بيها واحنا في الكابة أيام حرب الاستنزاف، إن وزير الدفاع موجود، رئيس الأركان، دي بترفع من الروح المعنوية بتاعتك. فأعتقد إن كلا الزيارتين بيتفقوا على رفع الروح المعنوية للقوات والجنود، تكريم زي ما أنت شايف دلوقتي المتميزين منهم، فدي بتكون لها حاجة كويسة. نعم دكتور سمير، دكتور سمير تقبل اعتذاري، نحن الآن بين لحظة وأخرى وقد حانت اللحظة، مضطرون أن نذهب إلى مكة المكرمة حيث وقائع كلمة القمة.